من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن الأمن الغذائي العالمي بات في وضع حرج. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن أوروبا ستدعم مصر بمئة مليون دولار من أجل تأمين الموقف الغذائي خلال الفترة القادمة ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستدعم المنطقة بثلاثة مليارات يورو لمواجهة تداعيات الأزمة. أزمة أمن الغذاء وأسعار الغذاء هي أزمة حقيقية، ودعني أؤكد اليوم أنني أقف إلى جانبكم فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأننا سوف نوفر إغاثة فورية بأكثر من 100 مليون دولار لمصر من أجل تأمين الموقف لأمن الغذاء، وهذا سوف ونأمل أن هذا سوف يعمل على تعزيز مخزون الحبوب وكذلك تعزيز الأعمال في العالم، ولكن هذا على المدى القصير فقط. وأننا قد ناقشنا بشكل مكثف على المستوى المتوسط والبعيد تعزيز وتجديد الإنتاج الغذاء المحلي، لذا فإن الاتحاد الأوروبي مهتم للغاية في الاستثمار في إنتاج الغذاء محليا، وسوف نكرس 3 مليار يورو للزراعة وبرامج التصحيح والمياه في على مدار الأعوام القادمة هنا في المنطقة.